كما أقامت سفارة مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وقد استقبل سعادة السفير أحمد عبد الله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند جمعا من المهنئين من كبار المسؤولين في الحكومة التايلاندية وأعضاء السلك الدبلوماسي وعددا من أصدقاء المملكة في الاحتفال، حيث أعربوا عن خالص تمنياتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. وبهذه المناسبة رفع سعادة السفير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوها بما حققته مملكة البحرين من ازدهار وتطور في ظل القيادة الرشيدة. كما أشاد سعادة السفير بقوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة، وما تشهده من تطور ملموس في العديد من المجالات المهمة منها السياسية والاقتصادية والثقافية. وأشار سعادة السفير إلى مخرجات الزيارة الناجحة لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية لمدينة بانكوك مؤخرا، والتي شهدت توقيع وثيقة انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، والتي تجسد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في ترسيخ أواصر التعاون مع الجميع وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ودعم كافة الجهود الساعية لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وكذلك الاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك مع القارة الآسيوية بوجه عام ومع رابطة الأسيان بوجه خاص.